يا مساء الأجواء الجميلة، يا مساء الأبطار. اليوم عندنا صخلينا لموية، اترككم من الليل، هستخدم السيارة اللي هو السيليكون، لكن مسخنين موية بننظف الجرح تبع البطل ذا، يلزمنا تنظيف اليوم وإن شاء الله نمور زينة، ما يقول لنا شيء. بسم الله بسم الله، ان شاء الله امورك زينة. ها امورك زينة وكويسة، ما تقول لنا شيء، ما تكلمنا، نبي ننظفك ونبي نحط لك فرزون ونغير لك. يلا يلا يلا، هيا يلا روح كذا، خلونا نقفل وشوف له طريقة. مثل ما قلنا لكم، هذا حصل له قطع كبير، ولكن تحول إلى بكتيريا، جاءت بكتيريا زيادة. الحين زي ما أنتم شايفين، لازم إن المنطقة اللي أعوذ بالله مش ترجع، اللي لحمها ميت، شوف كيف نسوي بها. أبد لازم إن نخليها منطقة حرة. ها ياوك، أعوذ بالله. نسخن الموية عشان بننظف نظافة كاملة. العظم طالع، حين بنشفها. اسمع، فيه منشف ادورها لي عشان نشفه ونحط على فيرزون ونقفله ونقفله بالبرد. شايفين كيف مفتوح بالشكل ذا؟ ان شاء الله تعالى ان الله يكتب له الشفاء في العالمين. يوك، الله يسترنا من كل جهة، من كل جهة من جرح. زي ما انتم شايفين، حكيتها لين طلعت الدم. يلا انك تكتب لها الشفاء. الله، والله ان جرحها عميق. اي والله ان جرحها عميق، لكن ان شاء الله ان الامور سهلات. وعندنا سعد بالله الا انت ابوي. ايش جهز لنا غداء؟ يلا طلع لي القدر الاخضر. اسمع، خلي السياره مكانها، بس طلع القدر الاخضر واللحمه عنها جوا. يلا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا البوني هنا ما احنا مغيرين محله، هذا الحين ننظفه، ننظف محله ونحط نشارة وخلاص بيبقى البوني هنا إلين الله يكتب ما يشاء إن شاء الله تعالى. هنا طريقة تشيل النشارة. الله أكبر، ممتاز، مية مية. خلاص، وقمرة هناك. ها قمرة شلتها؟ كرم، كرم هنا، كرم هنا. خلاص هذه الغرفة، ذي غرفة المواليد، أي شيء بيولد بما يعني نسميه كشك الولادة. بنشيل البطل ذا ونرجعه مكانه هنا عشان الخيلة اللي تلد لازم أنها تكون في مكان وسيع. يوين والله ما شاء الله، معني اني والله اني مسويه قبل، بس يلا بيل الشد والله. طبعا زي ما انتم شايفين فرشنا لنا كيسين نشارة عشان ننام عليه، الباقي هذا ما نخليه بدون نشارة. صلى الله وبارك. برضه ديناريا اليوم تنشال، هذا كل ابوها باذن الله. حتى انت اليوم نظافة 200%.
الله يوفقنا وياكم. هالدجاجة ذي حصلت لها علم من الذيخة، لعلها إن شاء الله. إي والله، لكن بيجيها حل. تنكفي؟ ها؟ خلاص كفي اثنين، كفي اثنين بس شيلي يلا عشان بجيب البوني جو يرتاح. ها الطباخ، وش علومك؟ وش تبي تحط؟ لا البصل، لا انتظر، نبغى علوم. نبغى البصل يجي لونه غامق. يلا زيد عليه، زيد عليه النار. النار أباك تزيد عليها النار لين البصل يروح قريب الأسود، وبعدها تحط لنا اللحم. يلا يا الذيب، أبودي البوني مكانها. شيل عن هذا هلال. يا سلامي على هذا الذيب. الله، بعدين شيل الفرزون يا أبوي. يلا صلحك الله يا أبوي. يا هلال، هذا ليش حطيته؟ التنين أنا كم يوم هذا التنين بس. بالله تجدد لك كذا. يلا شيل حق ديناري. يلا شيل حق ديناري يسوي جديد. هاي هذا ياكل النشارة، ذا طايح في النشارة. هالخبل ذا هذا ما هو منه، من اللي يونس. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بقناة أخي صغير، اليوم تودد في المربط. اليوم الغداء برعايتي، واليوم سوينا جرح ترامب. اليوم عندنا نظافة جرح ترامب، زي ما انتم شايفين الدم هذا كله ابو شن الطبقة العلوية اللي هي كلها فطريات اللي انطلع الدم، واللي بيدك هذا وش اسمه؟ فرزان. هذا الفيرازون، الفيرازون هذا جبار للجروح، ورجعناه إلى غرفته. أخ سكين؟ لا فرني. أكلت الرز ها؟ شوف هنا ترى الرز هنا. دقيقة بجيك أشيك عليك عاد، لازم. طيب كيف تفك البلف؟ ممتاز. لا باليد الثانية. طيب هذه باللذية، أيوة تمام. وفر هذيك كذا يعني بالشكل ذا، فهمت؟ يلا يلا الرعد يا رعد، الرعد يا رعد. أيوة ارفع ارفع، خلاص ذي ممتاز. يا لطيف كيف؟ يا لطيف يا لطيف، مية مية. حبة كسرونة دي. أوريكم هذا تصوير الغرفة قبل، ترى هذه من ذاك اليوم تقريبا لها أسبوعين. 14 يوم صح؟ 14 زيادة ممكن. لا زيادة، زيادة من 14. أيوه زيادة. ما شاء الله تبارك الرحمن. عز الله من إشارة إنها طال عمرك تخلي المكان نظيف نظيف. اليوم مطر يجي هذا مشكلة، هذا ما في مشكلة. صح صادق. هذا شبعان نشاره، جيب لي شويه برسيم ذا، جيب لي شويه برسيم من علفنا. ان شاء الله تبي تسدح ها. نوم، سوي نوم، يلا تحداك سوي نوم. تحداك الله انك كفو. رح كمل. لا بتقوم. اي هذه اللي قامت. تراه ما هو ربط السين ذا زي جوده. فيه جوده جوده. الله يا بطل كفو. يا لطيف يا لطيف. وين حكاكه؟ هنا في حكاكه. الله 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 الله، حكاكات وحكاكه. الله 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 الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. اصبر اصبر، المتابعين جوعانين. اعطهم اعطهم. ما شاء الله تبارك. وين تاكلون؟
المطر شرادنا. شلون تبارك الرحمن ما شاء الله. اللهم لك الحمد، تغدينا وعينا خير. ها؟ يلا فك الباب. فك الباب، خلنا نشوف الامور. ما شاء الله. هذا المطر خفيف جدا. بعد جاتنا غشنا طيبة، اللهم لك الحمد. على الخير. شلومك كامش من المطر. جاك المطر وانت هنا؟ عشان المطر جاي كذا ترى. وهذا تذرة في الجدر هنا. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا الغرفة بعد التنظيف وتجديد النشارة زي ما انتم شايفين. الا انا وصلنا هذا فيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك وجرس التنبيه عشان يصلكم جديد لقاء ان شاء الله.